السادس من أركان الإيمان. يا فالمو. الإيمان بالقضاء والقدر. أمر في قدر أنت أمر. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب، أربع درجات. إيمان بالقضاء والقدر أمر يتركني أحيكتا مرتبعه قبل الكيسة. العلم تقوى علمي والكتابة كتابة والمشيئة مشيئة ربي والخلق خلقي. العلم أن تؤمن أن الله عالم كل شيء لا يخفى عليه شيء. الثاني الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الأخ يقول بعد الدرس أريد أذهب إلى السوق. شاء الله أن هذا يذهب إلى السوق ذهب. شاء الله أن هذا لا يذهب، والله لا يمكن أن يذهب. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوق. هذه مراتب أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. ماذا تصنع؟ تؤمن بهذه المراتب الأربعة، تحسن الظن في الله بأن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أهل الجنة، ولا بد أن تعمل بعمل أهل الجنة ولا تعمل بعمل أهل النار. تدعو الله أن تكون من أهل الجنة ولا تكون من أهل النار. تجمع بين الإيمان والعمل وحسن الظن في الله، تختار طريق السعادة ولا تختار طريق الشقاء، ولا تكون من أهل الضلال. لأن بعض الناس نصعف السلامة يشرب خمر، تقول كيف تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء الله، قضى الله أن أشرب خمر. ماذا أصنع؟ هذا تضربه حتى يغمى عليه، تضرب حتى يغمى عليه. فإذا أفاق وقال ليش تضربني؟ قل قدر الله أن أضربك، ماذا أصنع؟ إذا اقتنع تتركه، وإذا لم يقتنع تضرب الثانية. لا تضرب أحد، نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم. لماذا يختار طريق الشقاء؟ رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده. فجاء هذا السارق معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقال يا أمير المؤمنين، يا عمر المؤمنين، إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله؟ كتب الله أن هذا يسرق. فقال له عمر رضي الله عنه، قال ونحن كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ هذا أمر كتب
كتب الله؟ كيف تلومنا على شيء كتب الله؟ كتب الله أن نقطع يدك، لا تعترض. إذا لابد أن تكون في القضاء والقدر وصف. تؤمن أن الله علم كل شيء، كتب كل شيء، ومع هذا تعمل بعمل أهل السعادة.